السلام عليك يا جداه. فسمع سيدنا الإمام الرفاعي ومن في المسجد رد الجواب من الحجرة الشريفة: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته. فهام سيدنا الإمام الرفاعي: في حالة البعد روحي كنت أرسله. يا سيدي والله عايد أنا بأم عبيدة في العراق، روحي كانت عندك بالمدينة المنورة. في حالة البعد روحي كنت أرسلها، تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه دولة الأشباح قد حضرت. قال: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فانشق القبر ومدت اليد الشريفة. وحدث من رأى قال: رأينا يدا بيضاء تشع نورا. زي ما حضراتكم سمعتم بالظبط، قاعد في المسجد وقدامه عدد كبير جدا من المتابعين والمستمعين، وبيحكي قصة عن أحد أقطاب الصوفية عنده اللي هو أحمد الرفاعي. أنا هنا في الحلقة دي مش بتكلم عن أحمد الرفاعي أو مين هو أحمد الرفاعي، أنا بتكلم عن سوق الأباطيل اللي بقى موجود. والحقيقة مش النهاردة بس، كل كتب الصوفية مليئة بمثل هذه الأباطيل والأكاذيب لخلق هالة من التقديس على كل من يسمونهم بأولياء الله الصالحين، لكن وصل بيهم الدرجة من الكذب والادعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لم يمت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لم يمت. الحقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فيه رب العالمين: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المؤمنين تعرض على رسول الله، أي أن الله سبحانه وتعالى يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد على المؤمنين السلام. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش أبدا الكلام اللي هم بيقولوه ده. والأكاذيب على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، يقول لك أحمد الرفاعي ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنادى عليه وقال: السلام عليك يا جدي. فسمع صوتا ينادي عليه: وعليكم السلام يا ولدي. برضو لحد كده ممكن تصدق، لحد كده ممكن تقول إن هو يعني أخذته سنة من النوم فسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، لحد كده ممكن ما فيش مشكلة. لكن يصل بين الأمر من الأكاذيب والأباطيل أن ندعي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم انشق وخرجت يد النبي صلى الله عليه وسلم من القبر ليسلم على أحمد الرفاعي، وأحمد الرفاعي يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم أمام ملايين الناس ممن حضروا هذا المشهد. هل هذا الكلام يليق أصلا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا ديدنهم وهذه عادتهم، سوق الأباطيل والأكاذيب وخلق الحكايات والهالات حول من يسمونهم بأولياء الله الصالحين. ده بيخلي الأتباع في حالة من حالة روحانية عالية جدا. تخيل ان انت من الصوفية اللي بتقول ان احمد الرفاعي قطب من اقطاب الارض، قطب من اقطاب الدنيا. تخيل لما تسمع ان واحد من الناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انشق القبر مخصوص علشان يسلم عليه، هتقول ايه؟ اي ورد او اي ذكر او اي كلام يأتيك من احمد الرفاعي ستقبل به، لانه وصل الى درجة لم يصل اليها الصحابة. انت عمرك سمعت ان احد التابعين الكبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه وانشق القبر له؟ ما سمعتش. عمرك سمعت عن احد الائمة الكبار الامام احمد ابو حنبل والامام الشافعي والامام مالك وغيرهم من الائمة الكبار والاعلام الكبار انشق قبر النبي صلى الله عليه وسلم له؟ هل سمعت ان احدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة نفيسة، سيدة زينب، الإمام الحسين وغيرهم، انشق قبر النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لكن أحمد الرفاعي انشق قبر النبي وخرجت يد النبي أمام الجميع. طب مين اللي قال الرواية؟ كل اللي كانوا في موجودين في المسجد. يعني أنا لو جيت قلت لحضرتك إن أنا وأنا موجود في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق قبر النبي أمام عيني ورأيت يد النبي صلى الله عليه وسلم تخرج بيضاء للسلام على فلان،
هل إنسان يصدق هذا الكلام؟ وتطلع الشيعة تسوق الأباطيل والأكاذيب حوالين آل البيت، ويطلع الصوفية يسوق الأباطيل والأكاذيب حوالين أولياء الله الصالحين. كل ده ليه؟ كل ده علشان يقلقوا هالة من القدسية على الأولياء عندهم. أقسم بالله لا إله إلا هو إن ما عندهمش تقديس واحترام لمقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحترام سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحترام الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أكثر من سوقهم للأباطيل والأكاذيب عن الأولياء. طول ما هم قاعدين في الدروس، سيدي أحمد الرفاعي، سيدي أحمد البدوي، سيدي الدردير، أكثر كلامهم عن الأولياء فقط، بصرف النظر بقى هم لهم كرامات ما لهمش كرامات، أنا ما بتكلمش على كده، أنا بتكلم عن مجرد الكلام والحكايات. لدرجة أن مفتي الديار المصرية السابق عندنا، مفتي الجمهورية الشيخ علي جمعة، قال مرة أن أبو الحسن الشاذلي، وده طبعا من أحد الأقطاب، وله طريقة معروفة اسمها الطريقة الشاذلية، زي الرفاعي كده له الطريقة الرفاعية والطريقة الأحمدية دي لأحمد البدوي، قال بالنص أن أبو الحسن الشاذلي قاعد منتظر كل من يدعو يقول له عاوز إيه، بالنص، وعلقته على هذا الفيديو مرارا وتكرارا، عاوز إيه بالضبط، وكل اللي أنت بتطلبه هتاخده. طيب لما يكون الناس بتسمع الكلام ده من هؤلاء يبقى إيه الوضع؟ اتقوا الله ولا تلبسوا، وإياكم والأباطيل، فإن أهل الصوفية أو علماء الصوفية لا يسوقون إلا الأباطيل والأكاذيب والحكايات المكذوبة حول أوليائهم أو من يسمونهم بالأولياء. أما معتقد أهل السنة والجماعة، معتقدنا لا نطفي قدسية إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أبدا بمثل هذه الأباطيل والأكاذيب إلا إذا ثبتت بدليل صحيح وبسلسلة صحيحة من العلماء والرواة. أما عندهم طبعا لهم سكة تانية ورواة آخرون، وإن شئت فقرأ طبقات الصوفية أو طبقات الأولياء عندهم بتاع الشيخ الشعراني، هتجد فيه من الأكاذيب ما لا يعني يسع الفيديو نحن نتكلم عنه. وإن شاء الله نتكلم بإذن الله في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الأباطيل كلها لنسفها وبيان كذبها وادعاء أهلها، ونسأل الله السلامة والعافية.